كاتدرا لو قسم كيمياء. أنا بصلي للناس برضه إمام المسجد، وفي واحد معايا تاني. بالنسبة للتبرعات، في زي ما أنت شايفة صندوق في النساء وصندوق في الرجال. في ناس كتيرة جدا بتتبرع كل يوم، ويوم عن يوم الناس بتزيد، وبالأخص لما بيقرب وقت العيد، عشان في ناس مسؤولة عن الصندوق هنا بتطلع التبرعات، بتلمها بتجمعها كل يوم جمعة أو حاجة زي كده، بتطلعها في زي ما هم عارفين يعني بيتصرفوا فيها. وقبل العيد بيبقى في ناس مسؤولة برضو عن الصندوق، بتاخد التبرعات تلمها وتجيب بيها ملابس. أنا أحمد يوسف، ثالث سنة عام. أنت كنت قلت عايز في جامعة رسالة؟ واجب جامعة رسالة. مش عايز أعرف دوركم بقى في جامعة رسالة بتعملوا إيه؟ إحنا بننزل في منطقة عشوائية فيها جبس الكورة، و بنتفرج عليهم صلاة رمضان، الناس الغلابة بقى اللي هو الطبقة اللي واقعة خالص، و بنتفرج عليهم صلاة رمضان. طب بتعرفوهم منين؟ هو في كل حتة كده منطقة عشوائية بنلاقي يعني بيوت، بيبقى مش بيبقى من شكل البيوت حتى، شكل الناس وشكل الاطفال بتاع اطفالهم كده. احنا بنحاول ان احنا نوعيهم ونوعي الناس اللي هم دول على اساس ان يعني ما يتسولوش وكده، بس برضه بتظهر بعض الناس يعني في ناس برضه بتيجي برضه من قلة تاني يعني، بس الظاهرة دي قلت السنة دي شوية يعني. طب ماشي، والزكاة بتوزعوه ازاي؟ لازم تعملوا حلقة اجتماعية وبحث لا هنا ما عندناش، هنا في المسجد احنا هنا تبرعات. مفيش تبرعات ولا؟ لا مفيش تبرعات خالص، هو المسجد أسد فين بره.